السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقه الثانيه من لعبه بري. ولدكم اللي بدأ تضغطوا زر لايك وسبسكرايب، وشكرا يا جماعه الخير. شكرا، الله يسعدكم، شكرا على دعمكم الجميل بالحلقه الاولى. شكرا يا جماعه، الله يسعدكم، شكرا على التعليقات الجميله وعلى تفاعلكم الجميل. اتمنى توصلون دعمكم، وخلونا نكمل. بسم الله، خلونا نكمل يا جماعه الخير. اخر مره بالضبط وقفنا هنا يا جماعه الخير، اخر مره بالضبط وقفنا هنا. فخلوني اوريكم ايش يقول لي. قول لي يا جماعه الخير، ده الفكره المهمه الرئيسيه: جمع الصدى، ابحث عن عينات صوتيه المعالجه بنسبه 50%. يعني احنا جبنا بنسبه 50 2000. فدحين يا جماعه الحين يقول لي ابحث في المسرح للحصول على عينات من صوت دانيال في باب. يا جماعة الخير نحاول نفتحه، فالباب ده ما ينفتح إلا بسجل صوتي، عارفين؟ يعني ما ينفتح إلا بسجل صوتي معين، عارفين؟ هذه دانيال لازم نجيب صوتها يا جماعة الخير، فاهمين علي يا جماعة الخير؟ لازم نجيب صوتها ونفتح الباب، فلازم نحمل صوتها، عارف كيف؟ بنسبة 100%. نسبة 100% يا جماعة الخير، عارفين؟ فاحنا المحملين 50، عارفين؟ مجمعين من صوتها 50. في الحلقة الماضية وقفنا هنا يا جماعة الخير، كنا نحاول نجيب السجل الصوتي جهة المسرح. هو في المكان ده، في أكثر من مكان، عارفين؟ كل مكان فيه سجل صوتي، فالمفروض في سجل صوتي هنا. بس كنت بشوف الصوت تمام ولا ما أدري، أحس الصوت كأنه راخي، طلع من اللعبه كذا، عارفين كيف؟ الصوت تمام. المهم يا جماعه الخير، في سجل صوتي هنا، فين هنا صراحه ما ادري. الحلقه الماضيه كنت ادور. لعبه جميله صراحه، الشوت جان ذا كان معاه، عارفين كيف؟ الحلقه الماضيه اعتقد انه حوله، ويقول لي بالمسرح هنا، ممكن عند كرسي من الكراسي كذا. جاتني اسئله يا جماعه الخير بخصوص التعريب، التعريب عارفين كيف؟ يعني حملته، عارفين كيف؟ من موقع جيمز ان ارابيك، وفقط نسخ لصق يا جماعه، يعني في نسخة الحاسب يا جماعه الخير، فقط تنسخ الملفات وتلصقها داخل ملفات اللعبه، عارفين؟ يعني زي كذا الفكره، فقط سهله، تضع التعريب داخل المجلد حق اللعبة فقط، عارف كيف؟ في مقاطع كثير باليوتيوب، لو تبحثون تشرح، لو تكتبون تعريب لعبة بري راح تلاقون، عارف كيف؟ الحين اخبار، خلونا ندور هنا قسم ذا. اها، حلو حلو. So I found your sticky note, the one under the desk with your password. Wait, you were under the desk. اللي بالمسرح. Look, you need to keep your password safe, all right? I'm watching out for you because I love you. You love me? جبنا اللي بالمسرح يا جماعة الخير، متبقي اللي تحت دحين. Flatter. حلو حلو، المسرح للحصول على العينات من صوت دانيال، شو ابحث في مسكن الطاقم. اعتقد لازم نبحث كمان دحين، ابحث على عينات صوتية المعالجة بنسبة 60. اوكي، يعني كل سجل ناخذه تقريبا 10%. عارفين؟ يعني متبقي 4 سجلات على ما اعتقد. خلونا نبحث في هذا يا جماعة الخير، فين هم قالوا لي المسكن ذا؟ اعتقد هنا، لا هنا الكافيتيريا، فين المسكن حقهم يا جماعة الخير؟ والله هو في خريطة بس صراحة ما في نفتحها، اكون صريح معاكم، هو حول هنا، عارفين؟ ليسار اظن، ماني متأكد صراحة. لعبة حلوة والله يا جماعة الخير، زي ما أقول لكم يعني جدا مستمتع فيها. مقصورات الطاقم الثانية، وأعتقد حول هنا أحتاج لي كي كارد يا جماعة الخير. أو فتحته ذا؟ لا ما فتحته ذا، والله ما أدري إيش ذا، حتى ذي الغرفة ما أدري إيش. هنا بحثنا يا جماعة الخير، هنا بحثنا بالقسم ذا. الحلقة الماضية فتحت مهارة رهيبة، والله ما فتحت يا جماعة الخير، يعني ما تبعك شي يبغى. حلو حلو، هاي يا جماعة الخير الحلقة الماضية فتحت مهارة رهيبة،
عارف كذا زي القوة كذا، عارف كيف اللي هي ذي، هذه يا جماعة تخريبة ذي رهيبة مرة، إن شاء الله راح تشوفون استخدمها ضد الأعداء. حلو حلو، ما أدري أسويها ده، حتشوفوا زي كذا زي كذا، بس ما أبغى أسويها. والله سواها رهيبة والله، كذا زي الانفجار يصير مرة رهيبة، تسوي ضرر كبير، بس تاخذ من هذا شايفين، تاخذ 40 من العداد ذا اللي لونه بنفسجي، تاخذ منه 40، عارف يعني ما ادري احس كثير. هنا ايش عندنا؟ هذه الورقة كأنها مهمة بخصوص دانيال شايفين؟ فيرست جيم ايش بيقول لي؟ ابحث في مركز، بس خليني اشوف قبل ما اطلع عشان لا يقول لي ارجع بعدين. هنا هل في شيء انا ما شفت الملف هذه؟ شفته انا؟ ايوه شفتها. اشوف البريد، هذا من دكتور كلفينو يا جماعة الخير، دكتور لورينزو كلفينو، هذا الحلقة الماضية كنا نبحث عنه. واللي سألني يا جماعة الخير يقول لي عبد العزيز هل التعريب متوفر على الكونسول يعني على الاكس بوكس ولا البلاي ستيشن؟ والله يا جماعة الخير اعتقد انه متوفر، يعني ماني متأكد، بس لكن ايش مشكلتك؟ ايش مشكلتك يعني اذا عرفت انه متوفر التعريب على الكونسول؟ انه يا جماعة الخير لازم الجهاز اظن يكون مهكر، يعني البلاي ستيشن ما تسمح انك تحمل ملفات من برا، مركز اللياقة البدنية جبنا رمز المفتاح، عارفين؟ ما تسمح لك انك تجيب ملفات، تنزل ملفات على الجهاز. فاعتقد لازم يكون مهكر، والله ماني متاكد من معلومته، بس متوقع احتمال كبير انه ايش؟ لازم يكون مهكر. انا يا جماعة الخير ما تدرون قديش نفسي ارجع والعب لعبة بلاد بور، بلاد بور نزل لها تعريب، ولا مو بس تعريب كمان نزل لها مود تلعب اللعبة بستين فريم، يا ساتر استر. اقسم بالله يا جماعة الخير مستعد ادفع فلوس بس عشان يعني التعريب يتثبت على البلاي ستيشن والمود حق 60 فريم. بس كنا عارفين ما عرفت كيف اسويها، لازم عارفين كيف، لازم احمل اظن برنامج على البلاي ستيشن، لازم بلاي ستيشن يكون مهكر. هرجة والله كي شفت الشرح في اليوتيوب وكي شفته وقفت، قلت يا عمي خلاص عمي يعني وقف، ما ابغى يعني اكمل، عارفين كيف. فشيء مو سهل اللي بحاول اوصل لكم اياه، شيء مو مره سهل، او ممكن سهل بس انا الكسول والله ما ادري. المهم يا جماعة الخير خلونا نروح من هنا. اللي بحاول اوصل لكم اياه انه والله ما ادري، هرجة لما تبغى تحمل شيء جد تعريب على بلاي ستيشن، بس لكن البي سي النص خلاص فقط تنسخ الملفات وتحطها في ملفات في مجلد اللعبة فقط يا جماعة الخير. دحين المفروض في سجل صوتي هنا، سجل صوتي هنا. الحلقة الماضية قويت يا جماعة الخير ابو جلامبو ده، عارف كيف؟ المفك البراغي زي ما تقول لعبة، قويته من ناحية الضرر. حلو حلو، هذا هو السجل. هذا ايه؟ ماب مكتوب، ما ادري ليه كذا شكله كأنه احنا طفل صغير رسمها. Alright, Elias has. Stab Fellow has vanished into the darkness beyond the tower door. The only sign of him is his blood trail. But as you watch, the flagstones seem to drink in the blood, the cracks glistening red. Oh, Jesus Christ on a stick, Abigail. Don't be such a baby. We either head through the door. Well, forget that. It just ate our warrior. Unless you can handle the entire pack of ratmen, oh spellless wonder, we don't have much choice. Elias? Sorry. Stabfellow? Captain Stabfellow! Can I answer her? Hell no! You hear nothing from the darkness. It has swallowed Stabfellow. ثواني خلونا نديها بالمسدس الصامت. أبوه الله الله. مسدس يبغى له قوي، يعرف الضرر مو مرة عالي. أوه هذا واحد هنا. Yes, right here. عارفين هذا وحش زي كذا قاعد يختفي فجأة يطلع. دحين يا جماعة الخير شو يقول لي؟ ابحث عن العينات الصوتية المعادية بنسبة 80، مو محدد لي فين. اعتقد لازم ارجع، تصدقون لازم ارجع جهة السكن، عارفين الغرف ذيك اللي ناموا فيها. بس هذا والله نفسي اقضي عليه والله، بس مدري فين ويخرب بيته.
عرفت يا جماعة تأخر أرجع جهة السكن ذاكو. كان في أكثر من غرفة، أتوقع في واحدة منهم لازم أفتحها. يو الغرفة دي أحس فيها شيء. أنا أخذت سجل صوتي من هنا، بس ممكن فيه أوه شو عندنا هنا؟ كروس بو، أوكي، وكي كارد. الله الله، هنا بس كذا يعني محطوط كذا يا جماعة الخير. كافو والله، جبنا يا جماعة الخير القوس. لعبة فيها شوية من ستار فيلد، عارفين شوية يا جماعة الخير، شيء طبيعي عشان تقريبا نفس الشركة. والله احسهم يسوي ضرر، تشوفوا السهم كيف شكله، مزح معاك انا. لعبة اطفال دي، والله ما ادري. الحين خلينا نروح المقصورة دي، هي دي. يس، مفروض في سجل صوتي هنا. هاي يا جماعة الخير، المفروض في سجل صوتي هنا. بالكمبيوتر ممكن. ايش دراد هذا الشيء كلمة السر؟ ادخل كلمة السر. طب ايش هي كلمة السر؟ هنا ممكن. وش الجهاز ذا؟ والله ما ادري ايش الجهاز. سيجا ممكن؟ والله ما ادري ايش يد التحكم دي حقت ايش، انا ما ادري. كانها حقت بلاي ستيشن 5، ها؟ صدقوني كانها حقت بلاي ستيشن 5، بس اللعبة دي نزلت قبل بلاي ستيشن 5، عارفين؟ اي والله انا عندي مستوى التهكير واحد. صح. واتش دوجز يا جماعة الخير، كأني واتش دوجز هنا. الحين ملفات، اها رقم سري كمان هنا. ليه شيل القوس ده؟ مخليني اعرف اشوف. حلو حلو، يصير متبقي اخر ملف صوتي. I'm sorry with no resolution between him and Morgan. It's like a tradition. You family sorry. Was it as insincere as a Danielle show apology? No. Danielle, I'm not saying working with him is easy, but did you just compare me to him? To that arrogant sack of shit? Danielle, this has to stop. You're right. Get out. We're done. Danielle! قلت كم ادرك سرحة. Said get out. لحد 90، ها؟ الحين بيقول 90 جمعت. صار متبقى اخر واحد. ايوه، ابحث عن عينات صوتية المعالجة بنسبة 90 دحين. باقي اخر شيء يا جماعة الخير. طيب يا جماعة الخير هنا شايف. والله ما ادري ذا الحل ولا لا. التصليح مستوى 2. انت واحد ما فتحتها. وكم كان يقول لي؟ هذا التصليح مستوى كم؟ التصليح مستوى 2. ما ادري ممكن ذا السجل الاخير. صراحة طولت بالاخير، ما ادري ليه، عارفين؟ يعني كلها كانت سهلة ما عدا الأخير. مستعجل، خلينا نشوف هو ذا. What are you doing? Are you recording this? Joint transcripts are fun. They are not. It's like mental scrapbooking. You both save the moments that matter. الحمد لله. والله ما أدري. يعني هذا الحل لازم يكون معك من النقاط حقت المهارات دي عشان تفتح ال لا لا لا. That should be enough to synthesize Daniel. إصلاح مستوى 2، والله ما أدري صراحة. بس الحمد لله سوينا المطلوب بالنهاية. I've been monitoring field signatures around the station when I can. With humans, the signal barely registers. The Typhon make a strong ripple by comparison. But with the Coral, my instrument readings are erratic. I'm not sure what it means. The sooner we get your arming key, the better. خشوا شو فيه يا جماعة الخير؟ الخليج الطبي. عارفين وانا قاعد ابحث جبت المسدس ده يا جماعة الخير. كم ادري كيف مسدس كهربائي شيء فيه كير. الحين ايش يقول لي الاهداف؟
ادري ليه مو محدد اللي هي الحين لازم اروح المشتري استخدم عينات صوت دانيال شو لدخول المخزن العميق. كله ده سويناه بس عشان ادخل المخزن العميق. عارفين هنا بدنا نطلع لي من الآلي ذاك، بس خلاص ابغى اطلع من هنا انا. يا جماعة اخر كله ده سويته بس عشان اروح المخزن العميق، بس ما ادري هل الحل كان زي كذا. لازم ضروري تكون عندك مهارة الاصلاح مستوى 2 ولا ما راح تقدر تكمل المهمة ذي لتجمع السجل الصوتي. والله ما ادري يا جماعة اخر، من حسن حظ انه كان معاي بما فيه الكفاية من النقاط حقت المهارات ذيك. بس هو اصلا ما كان يقول لي كذا، كان يقول لي والله ما ادري، كان يقول لي ابحث في مكان ثاني تقريبا شيء زي كذا. حتى الرصاص انا اللي هنا. على العموم الحمد لله بالنهايه اعرف كيف صار مطلوب. دحين نبغى نروح المكان المطلوب يا جماعه خير بسرعه. ادري ما شاف اي سبب يخليني اواجه هذول كلهم. هذا الرصاص اخذته، خلونا ناخذ الذخيره بس. ايوه نبغى نروح يا جماعه خير عند الباب ذا. حاولنا الحلقه الماضيه ندخل هنا ما قدرنا. اي والله هذا اللي دوبي اخذتها لتقوي الأسلحة إن شاء الله. دحين حستخدمها بس خلوني إيش أطلع من المكان المجنون ذا. في الحلقة الماضية جينا عند الباب ذا ما قدرنا نفتحه. هذه الكابوس ليه جايب لي وقت؟ ما أدري والله، والله ما أدري ليه جايب لي وقت. خذ وقتك، خذ وقتك. اوكي كهربهم وتيجي وتدي بالهذا بالمفك. عرفك هيا هيا اطلع من هنا الله يرضى عليك. مين اللي جاء؟ واحد بس. الباب اقدر افتحه دحين الحمد لله. عارفين والله ماني شايف اي سبب يخليني اواجههم بس يخلصوا الرصاص. في وقت اللعب تقول لك لازم تواجه الوحوش، في وقت خلاص عارفين يعني مو لازم يخلصوا لك رصاص. بس زي ما شفت ذاك الوحش لما واجهنا فقط خلص له رصاص. حيش لازم تسوي استعادة من النسخة الاحتياطية. اعثر على مستودع المركزي. ما ادري ليه جيب لي وقت والله ما ادري ليه. رميها عليه ابلع المخيس. الله الله الضرر. لازم اقضي عليه. ما ادري ليه جيب لي وقت يا جماعه تخيل يقول الكابوس. مستودع المركزي. Welcome to deep storage. If Talos 1 had a subconscious, this would be it. You're looking for the central repository. That's where you stash the drive that has the plan for your arming key. I'll see if I can find a way out of here in the meantime. قلت كل باب مفتح الحمد لله. باب غير مقوي. جديدة ذي ما ادري ايش اقصد فيها صراحة. اعتقد الحلو ذا. حلو ذا لازم نواجهه. والله كفو القرابل دي رهيبة يا جماعة. يا سلام. اوكي اوكي لا حلوين. ايش نبغى نسوي ايش يا جماعة الخير؟ ايوه نبغى نحط مسدس الجلو. حلو حلو ونبغى نحط الشات جان. هانت يا جماعة صدقوني قريب اقطع عليه. حلو هين قضيت عليه. كذا باقي بس كم حلو هنا. في شيء كيميائي. اي والله ذا قاعد يصير ضرر. حلو حلو. اوه هذا الكابوس لازم اقتله. اوكي اوكي كملنا المهمة دحين من هنا شكله افتح الباب. هذا ما اقدر اشيله ذا، انا ما اقدر اشيله. لازم نرفع مستوى 2. ايش لازم هنا؟ او لازم ايه؟ رقم سري ولا كي كارد؟
بطاقة وكجل بطاقة حول هنا خلنا ندورها. Every dark bit of data that moves through the station is captured here. Redundant backup servers are stored in modules that eject in the event of a catastrophic failure. The fact that they haven't yet is telling of Alex's refusal to face reality. أعتقد من هنا يا جماعة الخير. شايف في دور كامل هنا. رقوا نفسي كذا وليش لا؟ أعتقد من هنا نجيب الكي كارد عارفين. حلو حلو في اشياء حلوة هنا. نقل الملف. لا احنا نبغاه مو ملف. على طيف شافني الغبي. ونبله اقضي عليه. هذا جلدته الحلقة الماضية عارفين. حلو حلو. والله الشات جان ما يصير له ضرر كبير يخرب بيته. شايفين؟ خلونا ناخذ لي من ذي. يا رب تجي فيه، اوكي جات فيها بالشركم. ما بقي رصاص، ما بقي. بس ان شاء الله تنهيه. قضيت عليه، دحين المفروض هنا الكي كارد يا جماعة الخير. قوس ذا اللي عارف كيف. كذا القوس ذا زي المقلب اللي عبدتني اياه ما يسوي ضرر. الحين اعتقد مداني صنع شيء هنا. لا مو ذا اللي تبغاه انت عدد تدوير. احنا نبغاه حق التصنيع ذا. ايوه ذا اللي نبغاه. بس خلونا ناخذ ايوه الاشياء ذي. انا احطه هو بدا. ايش نبغى يا جماعة الخير؟ ما تقدر تسوي شيء ليه؟ هو مو المفروض احط اشياء هنا وانا معايا. والله ما ادري شوف اني اوفرها كلها ما تستاهل. هذه ما ادري ايش. عدة صلاح البدلة صدق لي كلها ما احتاجها دحين. خلونا ايوه ناخذ الاشياء دي. رقم سري كمان. هذا هنا ما في شيء. احنا اللي نحتاجه يا جماعة الخير كي كارد. في رقم خزنة هنا. في خزنة يعني هنا نحتاج رقمها قصدي. ما شفتش فيه انا. رقم سري جايب لي. هل هنا الرقم السري؟ والله شايف ارقام. بس ما ادري والله، خلونا نروح القسم الثاني هنا. خلونا يا جماعة خلونا نروح القسم الثاني هنا. لازم رفع مستوى ثلاثة هنا. هنا برضو كمان رقم سري. هنا. وانا عندي اختراق صح مستوى واحد صح. والله هذه ما راح تكون سهلة يا ولد. طيب حلقة. طيب حلقة بجيبها هذي. هل هذا المطلوب يا جماعة الخير هنا؟ والله ما ادري شو اللي نقلته. بلاي وذ مي. بس عشان نشوف هذا يا جماعة الخير. فرانكي بي ما ادري مين فرانكي بي. كله ذا قاعد نسويه عشان هنا كشك الامن. ندخل يا جماعة الخير. خش فينا ايش في؟ في كي كارد هنا. والله ماني شايف. اول كان المفروض من هنا اطلع. هنا كيف تيجي هنا؟ شوف اشياء كثيرة هنا. يا جماعة الخير. اي والله ذي هذه حقت اعادة التدوير اعتقد بدك تستخدمها. ان شاء الله تزبط. حلو حلو.
كفو والله. في ما كنا نحتاج رفعكم مستوى 3 خاصة قنابل ذي، ورون شو عندكم هنا. اتوقع منطقة جانبية تصدقون. هذا فين وذا؟ والله ما ادري قاعد يسوي لك ضرر ولا لا. والله او صفر ما معك. شو بسوي فيهم دول انا؟ والله ما ادري ايش بسوي فيهم. انفجروا دول عارفين. يا ساتر استر، ايش قاعد يصير يا جماعه الخير؟ قطعت عليه. الله يا متعافي، يخرب بيته. اخرع عني ولا حموت انا، حموت والله. يا سوالي ضرر هائل. والله كل اللي ابغاه الكي كارد. اعتقد عندهم هنا، صدقوني هنا العلم. انا هنا ما دورت زين، هذا هو. والله بعض الحال اعرف كيف يعني، الحل يكون سهل ورا اللي صعبه. خلونا ننزل يا جماعة الخير مفتاح الأمن. ادخل هنا الله يرضى عليك. الحين نبغى نفتح الباب. اكسس، ايوه جيت اكسس، يعني تفتح لها البوابة اظن. خلونا ناخذ الاشياء اللي هنا. حلو حلو، سبحان الله مطلوب. دين الرصاص. ادخل المستودع المركزي. عارف يدعي كل على كل علينا. ندخل المستودع المركزي. ايوه اي والله اتذكرت صح، بارك الله فيك. ما درق قوي الضرر يا جماعه الخير. كيف هو؟ قائمه تطوير. حلو، معك 7. نبغى نقوي يا جماعة الخير القوة النارية. الله الله، تاخذ حبة بس. ليه ما اقدر؟ ليه تطلب صناعة السلاح 1؟ ها ساعة الذخيرة. التلقيم لا، والارتداد لا. خلونا نجي عند اللي بعده. هو ذا، هذا مدري قوي له ضرره عشان شاف رصاص كثير. لا ما ابغى تجهيز يا ابن حلال. لا ما تقدر. قولوا لي اذا يا جماعه الخير على السريع. ايوه نبغى هنا نقوي، ونبغى نقوي لا ساعة المخزن. ايوه ساعة الذخيرة. الدقة ودي صدقني مو مهمة. كم معي؟ معي 4. والله ما ادري صراحة ايش افتح. هذه مهارة والله رهيبة. هذه الاسلحة النارية الدامج. لا فين اللي نبغاها حقت هذا يا جماعة الخير؟ صناعة السلاح بس. اقدر هاي يا جماعة الخير؟ اقدر. يس تقدر. خلوني دحين الله، معليش اتمنى تستحملوني. خلوني نيجي ايش بسوي انا. ايوه تبغى تقول الضرر زياده. حلو، حبتين وحبه والله شيء جميل. خذ منه العلم ضرر الشات جان. الحين ضرر ذا. ايوه القوه الناريه هي اهم شيء. حلوين حلوين. الله الله مره شيء جميل. الحين خلاص خلوني نغادر من هنا. ابروح كذا زي الفضاء، ما في جاذبيه الحين. ادخل المستودع المركزي. انتبه منه ذا، انت شفت كمية الضرر اللي يسوي قديش. نكبر اللفة من هنا، ما عندنا مشكلة. واضح الشيء دي لا تصقع فيها حتى. القرص الصلب اعتقد هنا ابغى اروح. والله اللعبة مدري كيف على اصعب شيء. اتوقع يعني مرة شيء مجنون. ان شاء الله من هنا الطريق صراحة ماني متأكد، بس ان شاء الله من هنا الطريق. في واحد شافنا تخيلوا.
كيف ادخل هنا انا؟ من هنا ولا ذا قزاز؟ هو كعب القزاز وكذا. ايش يا جماعة الخير؟ بوديه هنا خادم الملفات. ممكن لازم اوديه لخادم الملفات. عارفين يودعس كذا كفو. انا بوديه والله قاعد يجينا ضرر. طيب 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 سويت انا والله ما ادري ايش سويت بس سويت المطلوب. اعثر على القرص. الله ياخذك لا تسيب وانت طيب. والله شكلي حموت يا جماعه الخير. استلمون الله لي يوفقهم. ايش اسوي فيه طيب انا؟ يجبنا كعب اسود المطلوب تصدقون؟ صلح لي نفسك كذا الله يرضى عليك. على ايش والله تدوختكم؟ ايش بسوي انا هنا؟ اوكي اوكي كذا دخل جوه الكمبيوتر ما ادري كيف بس الحمد لله صار الشيء ذا. قم بتوصيل وتشغيلي وسويت المطلوب. حسنا والله ما ادري وافقت عليه بس كفو سوينا المطلوب. Good work. I was worried the drive might have been damaged. You can use Chief Show's workstation to download the fabrication plan. Then we can reconstruct your army key. هنا يقول لي كيف هنا والله ما ادري. كيف هنا يا ابلحة تحت الارض ومن هنا وتاخذ يسار. مرة صراحة القسم ذا حق كذا ما في جاذبية لخبطة. حلو حلو احنا بالمكان الصحيح. كم في درج من هنا؟ يعني اسهل يطلعني على فوق. عند الرقم السري. والله ما عندك. قلت من جيتو؟ كيف يقول لي في اعداء هنا؟ وحوشي وكيف يقول لي في وحوش هنا؟ انا جيت هنا يا جماعة الخير. في حلوين هنا؟ اوكي كاهو ما في احد. شو يبغى نسوي هنا؟ يقول الملف ذا لازم ننزله. هيا هيا هيا. مكتوب كي يا جماعة الخير مفتاح يعني لشيء معين. اوه ما في كهرباء. بس الحمد لله يعني اكتمل التحميل. الحين مفتاح التدبير الذاتي. ليه مغلق ذا؟ اصنع مفتاح التسليح الخاص بك. I know you spoofed my voice to get in there, and now you're stuck. Some family. I'm gonna help you, but you have to do something for me. Someone posing as the cook killed Abby. Abigail Foy ran sanitation. You wouldn't know her, but she was... He's still here. He can't have gotten out. You want to do one good thing. Just one. Find him. Kill him. Look at my workstation again. I'm exposing a utility that'll open a data vault module. It's a redundant backup system that's meant to be jettisoned from the station. That's your way out. Once you're in, look for a manual release. Morgan, if you get back inside, please fix this station. Not for science, not for the future. Do it for the crew. Please. هدف جديد. خلونا ننطلق يا جماعة الخير بالمهمة دي. اقتل الطباخ المحتال. ها؟ افتح القبو. ما شاء الله كم شيء فيه. اللعبة ترمي عليك المهمات الجانبية باستمرار عارفك.
يعني اللعبة فيها مهمات جانبية كثير. فتحت الباب كذا؟ هل فتحت الباب يا جماعة الخير؟ والله ما ادري، خلونا نروح نشوف. احرب يقول لي بس من فوق، تصدقون؟ اوكي اوكي، خلونا نرجع. كان على بالي من البوابة دي اللي ورا، بس طلع من هنا. كيف اروح هنا انا؟ او من هنا. اوكي، ان شاء الله المجانين اللي هنا ما يشوفوني. عندنا الذخيرة، ما فتشت زين هنا، بالاخر افتش. خلونا نشيل كم شيء هنا. هذا رصاص، هذه المهارات كذا. والله القوس ذا نفس الرمية يا جماعة الخير. ها؟ نقل. ما انت لازم لك يا طريق مستقيم. حلو حلو يا سلام، والله يذكروني بريزنت ايفل، فكرة بريزنت ايفل كان فيها زي كذا. حي من هنا المخرج يا جماعة الخير. من هنا قولتكم خزائن البيانات. يقول لي تحت، لا هنا، اول كان يقول لي هنا صح. اهرب، خلاص جاب لي صح، هربنا. كفو يا جماعة الخير، هربنا. بس ما ادري، كأنه كان في ورا شيء كمان لازم اسويه، عارفين؟ كان يقول لي مفتاح كمان لازم اصنعه اظن. واضح الوضع اختلف دحين. The airlocks on Talos are sealed, but there's an opening at the cargo bay you could use. I think you can get back inside the station here. مش يقول لي دحين اوصل الى خليج الشحن. سؤال الطيب، شو كيف على اساس بالفضاء احنا دحين؟ حدد لي شيء انا يا جماعة الخير. مفتاح التدمير الذاتي، خليج الشحن، نحتاج نروح خليج الشحن. ايش النقاط الخضراء دي؟ اتوقع اشياء جانبية ممكن. هذا خليج الشحن. This is Dr. Dio Igwe. I'm broadcasting to all contacts in proximity. Please, whoever is out there, listen to me. Oxygen is low and I have no spacesuit. هذا اللي بفكر عليه. forced me to seal myself inside this container, but I have no way to dock with the station from in here. استغفر الله العظيم، والله تسوي ضرك معه. I see you, Morgan. We've locked down the cargo bay. We're safe. فده اللي يجيب لي وقت. اكتشف رقم حاوية الدكتور إيجو. There's no airlock anymore. That explosion took care of that. Maybe you can do something with the shipping containers. قم بإرسال حاوية الشحن. تحت التدمير الذاتي، خلونا بالبداية نروح هنا نشوف ايش فيه. طيب والله معليش اذا كذا دوختكم. هذا الحين ليش ما اقدر اجي هنا؟ لازم المفتاح ممكن، رقم زي ما تقولون. هنا ايش فيه هنا؟ عناصر التحكم بالحاوية، اوكي. او هنا احط رقم الحاوية. وهناك ممكن الرقم. وقل لي هذه الحاويات دي يا جماعة الخير، في واحدة هنا بس بدري لي قاعد يهرور اتصالات. مش في واحد يدق علي. It's a lot to swallow. My advice would be try not to think about the end.
Focus on what's in front of you. 2 3 1 2 I'm here if you need help. 2 ليه ما حطوا هنا الرقم يا جماعة الخير؟ 2 3 1 2 ايوه 2 3 1 2 خطأ. ممكن احطه هناك صح، اذا كنت تبغى تحطه هناك وترسلها بعدين، ما ادري كيف، بس المفروض تحطه هناك وترسل. 2 3 1 2 ها. خلونا نرجع يا جماعة الخير، حط الرقم هنا. اثنين ثلاثة واحد اثنين. ايش ابغى اسوي انا؟ الربط حاوية الشحن عشان تنقل، عارفين؟ حتى تنتقل حاوية الشحن الى موضعها. ايوه هذه، ها خذوا، انتم تبغوا الشحنة دي خذوها يلا. At last, I thought that crate would be my coffin. Even the stale air of Talos laced with a faint hint of nicotine and antibacteria. Oh, he's like spring. Got my thanks, Dr. Yu. But I thought... Well, you're no longer running the memory hamster wheel, I see. I hope you're coming in after me. Would be good to see a familiar face. And transmitting the code to the crate I was in. الحين يقول لي ادخل هنا يا جماعة الخير، بس خليني اشوف. كان يقول لي كمان افتح الحاوية. Found Dr. Igwe. He worked in the simulation lab and in psychotronics. He might be helpful, but he's unlikely. Despite everything he suffered. Though I will note, he's always admired you and Alex quite a bit. إن شاء الله في أشياء حلوة هنا. يلا طيف على مهلها. هو لازم ادخل من هنا ولا من هناك؟ الله ما ادري. دخلت يا جماعة تأخر من هنا. كان عبالي تفتح الحاوية دي وتشوف، تشوف ممكن يعني اشياء طيبة كرصاص واسلحة. طلع لا، هذا مدخل للمكان ذا، عرفت كيف؟ المكان ذا اللي لازم اروح له اعتقد. الشحن والاستلام. فين جيت انا دحين؟ عشان يقول لي ابحث على القائدة سارة. اوكي شكرا. دكتور يو، هذه هي ممكن؟ مورغان عمودي. Up here, Officer Cool. If we can't open the main door, our friends are gonna pour through. Get up to the catwalk, we'll get you inside. الممر الضيق. قل لي تعال بس، بس قل لي تعال. شوف حلوين هنا. يو والله نشبي، ما دنا حددهم كذا. ونشوف نقاط ضعفه. ويكنس جلو يا جماعة الخير. حال على قول الضرر. بابا والله الله والله شيء جميل مرة. كان هنا افتحوا لي الباب. ها؟ ليش ما يفتحوا لي الباب؟ ما بقي رصاص، ما بقي رصاص يا بطل. ليه ما يفتح الباب؟ انا بعرف ليش ما تفتح الباب، انت المفروض تفتحه يا بطل. فوق في شيء. او شكله حتى ذا لازم اقضي عليه. ودي بالجديد. السلام. حلو حلو، مرة عجبني انها تطيح وذي لما تنفجر. بتفتح دحين؟ والله ما ادري ليه ما يفتح يا جماعة الخير. واقول لي عند هذا لازم تيجي. بس كيف اجي هنا؟ خليني ابلع الكشاف، المكان مرة ظلام. ما اقدر اجيب النقزة ذي.
يا جماعة تأخر ما أقدر أجيب لك زذي. من هنا في لفة يمين. ها والله ما نشوف في لفة يمين. ممكن من هنا بذات الطريق. حتى ذي ما أقدر أجيبها. صح صح. كان جيت من هنا. هو فين يبغى نجي؟ تجي هناك. كيف اجي هناك؟ والله ما ادري. كيف بطلع هنا انا؟ والله اعتقد المفروض الغبي لا يفتح الباب. بس ما ادري ليه ما يفتحه. لازم لي كي كارد ممكن معين. خلونا ندور هنا وشو. باب ده مغلق. فوق هناك يا جماعة تأخر. اعتقد من جوا ادخل. عشان هو شوف ايش يقول لي. يقول لي يا جماعة تأخر ابحث على القائدة سارة. اعتقد انها فوق هنا. هذا التحديدة ذي حقت هذه القائدة سارة. فكل علي ادخل من هنا. واعتقد في شيء رفعني على فوق. بس الحلو ذا مو راضي يفتح الباب. المفروض يفتحه. يقول لي لازم كي كارد. ايش دراني في الكي كارد انا؟ ايش في هذا؟ كله اوف لاين اوف لاين. خلوني طب اجي هنا اشوف. قول له النار دي هي قوية. بس لو تطلع هنا. انت بس لو تطلع هنا. الحمد لله بشركم طلع هنا. هذه ممكن معاه كي كارد. والله ما معاها. لو كان نقزة دي يجيبها البطل. خلونا ننزل شو بش فيه هنا. قلتكم لو درنا كنت يجيني ضرر. يو والله جاك ضرر. ضرر طيب كمان. كلمة سر جديدة حقت هذي. وحدة تحكم الطاقة للحمولة. لازم اسوي شيء هنا. يا سلام شغلنا الكهرباء كافو. فين يا جماعة تخرج شغلنا الكهرباء. بس ما ادري ما جبت الكي كارد. فوق ما اقدر اطلع. عارفين هنا اسوي شيء هنا. اوكي سويت لي زي ها زي المصعد كذا اظن. هذا بس ترفعه. عارفين تطلع وتنزل فقط. هنا تسوي شيء. ما ادري هم كانت ترفعني. الحمد لله. اوكي زي كذا توصل هنا. Dr. Yu, again, I want to thank you for the timely rescue. I hope you recall me. Dr. Igwe. Dayo Igwe. Your brother, Alex, brought me to the station to head up neuromod research. I have one, but no aptitude template. Saving it, but... Well, now might be best. Here,
I'm sure you could make better use of it. حلو حلو. دربنا الله. You look like you need a medical operator. The officers collected those supplies. They're not for you. معلش والله باخذها. تدي كل شيء عندكم ما ابغاه اكله بس يعني مو بس راح اخذ راح اكله كمان. If only I had reached the power supply in time. عاد اللي لحق لحق عارفك. Morgan? I thought I don't know what I thought. It's good to see you. نروح نشوف هذا الحين. Is mounting a rescue operation? I was God, watching those things right? move. Makes me sick. What is it doing? هي دي. Oh my God. So you came all this way only to get back into Talos? هذه هي سارة. The only way in is through the door to Cargo Bay B, which is filled with those creatures that your brother insisted couldn't escape confinement. Kind of like you. I'm the only one with the code. It's yours if you can help us secure the firepower we should have had when assigned here. The Eradicator Turret Fabrication Plan. The... My men told me power's been restored to the Fabricator. That was you, صحيح. Wasn't it? أنا. I was quick to underestimate you, Doctor. That means all we need is the Turret Fabricator Plan. There's one in the safe in the security office, but the hull breach puts it out of my reach. Still, if you have a suit and are up for another walk, we could really use the additional firepower. Look, I don't know what you're planning, Morgan, but just remember, the only thing that matters is how you treat the people that are still alive. Any luck with those turrets? واضح لازم أأمن المكان عارف كيف بالأسلحة النارية مدافع أتوقع قصدهم المدافع دفاعات خليج الشحن شايفين استرد خط التصنيع برج الدفاع في منطقة التحميل من خليج الشحن الثاني ضاع الأبراج ذا أبراج الدفاع أيوة قصدهم المدافع ذيك أعتقد These Transtar PPN-8 pistols are mostly for show. So they don't do much against the If attackers. If he stayed there, he might have survived longer than any of us. Just الشحن بابا دي لازم نفتحها بس إيش؟ لازم يا جماعة الخير. حط من المدافع ذيك. عندك كلمة المرور. Dr. Igwe is blessed. It was fortunate you came along when you did. اوكي خلنا نفتح الثاني اوبن هل هنا في مدافع اكيد في هنا هي كانت تقول لي في واحد هنا والله هذا هو لا اباك حمل ايوه اعتقد هنا قصتهم There must be a way to get some turrets online لا اباك تسيبه بس You keeping the fort? اثنين متبقي اثنان جبنا واحد متبقي اثنان يا جماعة. It's just a saying. It means are you doing okay? I am, Officer Rose. Al. هنا أعتقد في واحد كمان إحنا فتحنا اثنين. يو والله هنا بدنا نسوي الحركة الحلوة ذي. أعتقد في مدفع هنا. والله ما رقناها بالرهيبة. ها ما في مدفع هنا بس في السلوح ذا نجيب له مساحة ليه ما نجيب له شو ابغى اسوي انا نقل حتى ذي ان شاء الله يجي دحين حلو هين الله الله شو يطلع ذا؟ تمزح انت كأنه قذف لهب يا رب انه قذف لهب والله كفو في اشياء طيبة هنا بس ما في المدفع اللي ندور عليه بس اخذ اشياء طيبة عارفين تحيل يا جماعة تخرج جبنا مدفع متبقي احنا جبنا واحد ومتبقي اثنان عارفين ابغى الرصاص انا اخذت رصاص ايوه الرصاص اخذته
الباب ده انت الحين ليش ما تفتحه؟ بفهم انا. المفروض انك تفتحه. معقول هنا بس في واحد؟ هنا ممكن. شفت زيها كثير المدافع دي كله ذا عشان خايف من ذولي. والله يعني لا في خير انه ما عارفين انا اروح كذا يرسلوني عارفك. احنا راح اقضي عليهم كلهم الحين. خلونا ندور مدافع. خلونا ندور يا جماعة الخير. هو هنا بدنا نصنع اظن ماذاك تصنع صراحة. ما ادري كيف صراحة. You look like you need a medical operator. في هنا. اه والله ماني شايف هنا. انا كيف جيت هذي؟ من فين جيت اول انا؟ هو في مخرج من هنا، ابغى اطلع برا. You alright? ايوه من هنا جيتكم انا. بس مشكلة بعد كيف ارجع فوق انا؟ حلو حلو. كذا اثنان يا جماعة الخير. يصير باقي الأخير. عارف يصير متبقي الأخير. خلونا ننزل من هنا أضمن. عارف كنت أبغى أقفز بس ما أدري أنزل من هنا أفضل. عارفين. يا بقل خير. والله احس في واحد هنا يا جماعه الخير. احس في مدفع هنا. معقوله ما في ممكن هنا؟ احنا فتحنا خزنتين بس كلها ما فيها جوا هنا ممكن. هذا والله ما ادري ايش اللي اخذته. حلو هذا من تقوي المهارات وكذا، تقوي قصة السلاح. اوكي يا جماعة الخير جبت الثالث، كان هنا قدام البوابة ذي. الحين السؤال هو انا كيف برجع فوق؟ من هنا هذا زي المصعد على فكرة. مصعد غريب صراحة. عارفين يجيني واحد يقول لي ليش غريب عبد العزيز؟ دحين اوريكم ليش غريب. الحين هذا المصعد صح؟ هذا المصعد يا جماعة تضغط الزر بسرعة تلحق ولا ما تلحق؟ يعني لو طلع على فوق بسرعة كذا خلاص راحت عليك، لازم تستدعيه من جديد. دحين خلونا نسوي المهم. خلونا نسوي المهم يا جماعة الخير ونحط المدفع الثالث والأخير. كله ذا بس عشان خايفين من كم وحش. بديت اللعب وأنا بس أقتل فيهم. Officer Maddox ready. وينها هذيك الخوافة؟ وينها؟ You look like you need a medical operator. في لازم ثلاثة مدافع. ثلاثة لازم. EATs are online and primed. Can't wait until our friends get a taste of these. Here's the code for cargo bay B. أخيرا. Say the word, chief. 8896. We doing this? We doing this. يا رب كلوكو. توصوا فيهم. خشوا فيهم. والله مدافع مرة ها. قاعد تسوي ضرب كبير ما شاء الله. بشوف السلاح ذا الضعيف. طبعا معي رصاص. Stay alert. Might be more. And here I was thinking maybe Lady Luck had her back to us. Well, she did.
but only so wasn't sure how that would play out, but I like how it did. حين جماعة تأخر بس خشف اللعبة شو تقول لي. اصنع مفتاح التسليح الخاص بك. احصى مفتاح تسليح أليكس. بس حس في اشياء هنا خلينا نشوفها. هي دائما تلقي في اشياء. تصدقوا ذاك كان على بالي قذف لهب طلع لك يا رشاش. بس يلا الطيف الذخيرة تخلص بسرعة. يا معي الرقم؟ لا والله ما معاك. بس خلينا نفتش اشوف في شيء هنا ولا هنا. هذا شفت ايش فيها. ايوه شفنا. اجل خلاص خلونا نغادر من هنا. هذا ايش يا جماعة؟ اوه رصاص. لا والله اجل لازم عارفين. لازم نشيل شيء. حين بوابة ذي ومن هنا. اول احنا بنروح من هنا صح؟ هذا مو لازم نقضي عليه. مفتاح التدمير الذاتي. يس بنروح هنا يا جماعة الخير. والله الحلقة ذي صراحة كنت صريح معاكم يعني تصويرها اصعب من الحلقة الماضية. هي مي مرة صعبة بس ما ادري والله يعني الحلقة ذي زي ما تقولوا فيها اكثر من ادت. عرفت يا جماعة الخير الحلقة الماضية كانت تقريبا فيها ادت واحد. Not sure you got your transcribe. Morgan's making his way to you now. Warning you and anyone else, so you don't shoot him accidentally or on purpose. لازم اروح هنا والله ما ادري خل اروح هنا. Morgan, Mikhaila, I didn't think to check your transcribe. Not sure how you got here. I thought you left because never mind. Airlocks and lifts are locked up. Like my lungs. Paraplexis. I'm even seeing the spots now. You were right. Even if I could get my booster shots from my office. But I think I can get us out. By cycling the main reactor to bypass the lockdown. I know it sounds crazy, but I can walk you through it. I do it myself, but... والله باك تحدد لي ذا. بس حددت لي المدفع اصلي عليك بطل. ايش ابغى اسوي هدف جديد. قم بالوصول لغرفة التحكم. الساتر استر كلكم جيتوا. لا والله راح يموتوا. شو ابغى اسوي انا؟ يبغى بديهم كذا. سلام. فين راح ذا؟ وانت متعافي انت. قاعد يجيني ضرب ما ادري من فين. عافي عندك طلقة واحدة بس. اوه الله كفو سوى الضرر الطيب. حلو حتى ذا قويته. اي والله. خير عني خلينا نشوف ايش فيه من تأليف هنا. على التليفون الذي يعطل مدخل محطة الطاقة أقضي. لازم نقضي عليه أكيد. واحد متعافي. فين التليفون ذا؟ وشكله ذا تصدقون؟ وشافني تليفون. ويكنس الكتريك اكسبلوسيف و اي ام بي. عارفين ما ادري ايش يقصدوا في قنابل ممكن. بس الكهرباء ما ادري شايف مدخل من هنا. ان شاء الله يكون مدخل. لعبة حطت لي هنا الجلو ذا الغرا. معناته ممكن اقدر اطلع من هنا. حلو اوكي جينا هنا.
والله الشيء ذا دائما يعجبني. عارفك فين البطل ذا؟ فين وفين؟ تعال اللي جبت بنفسك، انت اللي جبت بنفسك. عارفين يا جماعه الخير شو الشيء اللي عجبك عبد العزيز بالعاب بثيزد؟ انه كذا ما دك يعني عارفين تصنع لك طريق انت من نفسك. فين المدخل اللي شفته؟ انا شفت مدخل. عارفين يا جماعه الخير اعتقد من هنا. ايوه ذاك. عارفين يعجبني الشيء ذا والله بلعب بثيزد كذا، انه ايه ماذاك تالف لك طريق كذا بطريقه جلتشيه، فاهمين علي؟ زي ذا الحين ما ادري عن هذا الطريق الصحيح ولا لا. ان شاء الله في رصاص هنا. واضح البطل ذا لازم نقضي عليه. ايش عندنا من رصاص؟ كم سدس هذا؟ في رصاص على طيف كلها ما فيها هي رصاص. كان يقول لي والله كان يقول لي سلاح الكهرباء بس ما في رصاص. هو صح سلاح الكهرباء بس ما في رصاص. ايش ممكن هنا في رصاص بالغرفة ذي؟ ها ما نقدر. خلينا نشوف بس هنا في شيء رصاص هنا ولا هنا. والله ما ادري يا اخوان بس ما ادري اسوي المهاره دي مره واحده. ايش بسوي فيه انا مسدس ذا وفي رصاص؟ الحمد لله. انت جاي تفزع معاه. الله ياخذك. اوكي اوكي ان شاء الله نقضي عليه بالمسدس الرهيب ذا. 17 طلقه ان شاء الله تكفي. اخ ياخذك. اوكي بس عندي من القنابل الرهيبه ذيك. انا هي ايت واحده. ايوه ذيك كان يقول نقطه ضعف الاي ام بي شارج. ما سوى ضرر كبير يا جماعه الخير. يا سلام اديك كذا. شايفين شايفين ليش الحلقة الماضية انا كنت اقول مفك يا جماعة الخير من ناحية الضرر؟ عشان داري واخر شيء راح استخدمه. الحمد لله قضينا عليه. الحين ايوه قضينا عليه. بعدين نفتح الباب اللي ورا بس خلينا نشوف هنا في شيء. فجأة شفتوا كيف كان في كان في بطارية. فجأة جاء لما قربت قال لي ما في بطارية. مكان كذا كبير تحس فيه اشياء طيبة هنا بس شايفين ما في شيء. بدنا نصلحها. والله كان بدنا نصلح ذا واخليه يفزع معايا بس عارفين يعني خلاص انا قضيت عليه الوحش. ما معاه شيء. ما اعتقد معاه شيء. شايفين اللي ما ادري ما احتاجه اظن اظن. شايفين ما تقدر تروح. اجل خلاص خلونا نروح مع البوابة ذيك اللي كان يقول لي يعني لازم تقضي على التليفون. This might sound strange coming from me, but I admire what you did. You didn't have to help Chief Elazar and her people in the cargo. صح لازم ترجع من فوق. صح صح. Well, considering you intend to destroy the station, you gave them some hope, even if it's brief. يا جماعة الخير لازم من فوق مع المدخل الغريب ذا اللي جيت منه. فين كان؟ أنا كيف جيت هنا؟ من هنا؟ طب كيف أرجع هنا؟ من هنا أقدر؟ أنا هنا دحين، أوكي. ما أدري ما استفدت شيء بما إني جيت هنا. سوي بالغرة ذاك، والله كأني أقدر من هنا. حلو حلو جيب. كان المفروض احط شوية غارة هنا. خذوا مني العلم. خلاص اسوي يا جماعة الخير. يعني انا جيت بطريقة جلتشية. اللعبة تقول استحمل ارجع بطريقة جلتشية كذا بشكل غريب يعني عارفين يعني.
ما ابغاك تطيح مو انا ما ابغاك تطيح ايش بسوينا هنا ادينا الغار ايوه طلي هنا يبغى اظن هذه تكفي والله جاب لي تسلق بس ان شاء الله راحت بسرعه الحمد لله اوكي الحمد لله رجعنا والله ما ادري باب رئيسي لازم يعني اروح من عنده ضمن المهمه الرئيسيه كان يتطلب مهاره عارفين يعني شيء غريب المفروض لا صراحه ومهاره لازم تكون على مستوى الثالث كمان مو الاول ما ادري احس شيء غريب المفروض لا المفروض بما انه في هدف رئيسي ما يتطلب يعني مهارة عارف كيف معينة يعني انت هنا كأنك تجبر اللاعب ضروري لازم عارف كيف يعني يفتح مهارات معينة عارف كيف ادري احس شيء غريب احنا المفروض الرئيسي الحال عارف كيف يعني الشيء الرئيسي الحال والمهارات اللي اختارها اللاعب الحال يعني ما تحطها مع بعض عارف كيف يعني اللعبة زي اللي تجبرني يعني ليش تجبرني يعني هذا شيء سلبي صراحة انا اشوفه I know you didn't visit the reactor much. You're always locked away in your workshop. But I can track you through your bracelet and guide you from here. إيش في يا جماعة آخر غرفة التحكم؟ صراحة يا جماعة آخر أنا راح أنهي الحلقة هنا إن شاء الله راح نكمل الحلقة القادمة. خلوني بس أقول لكم إيش يقول لي قم بالوصول إلى غرفة التحكم بالمفاعل. حطت الطاقة. كمان يقول لي اصنع مفتاح التسليح الخاص بك. اعتقد ممكن لما ننجز دي ان شاء الله كل الاثنين راح نسويها. فكذا وصلنا لنهاية حلقتنا الثانية. اتمنى اخوكم كان خفيف عليكم. اتمنى الحلقة الثانية نالت على اعجابكم. ان شاء الله اشوفكم في الحلقات القادمة في امان الله.